تجربتي تأتي من تأسيسي أنا ومجموعة من أصدقائي لمجموعة غير رسمية ومستقلة تماماً سميناها ائتلاف شباب الصلد. هذه المجموعة كانت تعنى تماماً بتطوير آليات مشاركة الشباب في الحكم المحلي وتعزيز آليات الإفصاح والمكاشفة والتعاون والحوار مع مجالس الحكم المحلي والبلديات تحديداً في مدينتنا مدينة الصلد. دورك حقق لي نقلة نوعية في حياتي وكان مرحلة فاصلة مهمة للغاية، لأنه بعد جلوسي على طاولات الحوار في بيروت شعرت بأنه هذه النقلة مهمة للغاية. اكتسبنا الكثير من الأدوات والمهارات وأصبح بإمكاننا أن نفكر بجدية بتنفيذ مشاريعنا تبعا لخطط عمل محكمة. قبل ذلك كنا في مدينتنا عندما ننفذ المشاريع كنا ننفذها تبعا لمهارتنا ومعارفنا المسبقة، لكن بعد اكتساب المهارات في برنامج دورك والاطلاع على كيفية إنشاء هذه المجموعات والبرامج وتنفيذها على أرض الواقع أصبح لدينا نتائج ومخرجات مهمة للغاية.